معنا الآن من مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا مراسلنا مجدي يزجي. مجدي، بانتظار مرور ترامب أو وصوله إلى قاعة المحكمة، متى سيكون ذلك ومن هم أبرز المتهمين؟ ما المتوقع اليوم في هذه الجلسة؟ يوسف، بحسب المعلومات التي وصلت لنا فإن ترامب كان في طريقه قبل دقائق، قبل حوالي 20 دقيقة من الآن، في طريقه إلى المطار متوجها إلى هنا ليأتي إلى ولاية جورجيا، إلى مدينة أتلانتا وتحديدا إلى هذا السجن الذي يظهر خلفي هنا، وهو سجن مقاطعة فولتون. من المفترض أن يصل هنا بحسب أيضا المعلومات التي رشحت في الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي لمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، أي بالتوقيت المحلي لأبوظبي عند الساعة 3:30 فجرا. هذه هي المعلومات التي رشحت وتوفرت حتى اللحظة بخصوص اللوجستيات المتعلقة بوصوله إلى هنا. هذا السجن الذي يظهر خلفي يوسف يعمل 24/7، وبالتالي هو مستعد لاستقبال كل المتهمين في أي لحظة حتى في آخر ساعات الليل المتأخرة. ويبدو أن ترامب اختار هذا التوقيت واختار أن يصل قبل ساعات قليلة فقط من انقضاء المهلة المحددة له، وهي يوم الجمعة في الساعة 12:00 ظهرا، قبل أن يصدر أمر بإلقاء القبض عليه، وبالتالي سيسلم نفسه من المتوقع عند الساعة 7:30. بالعودة إلى سؤالك، أبرز الشخصيات التي سلمت نفسها بالفعل كان رودي جولياني، وهو المحامي السابق لترامب وأحد المستشارين الذين قدموا له الكثير من النصح القانوني بحملته الرئاسية وبعد ذلك خلال فترته الرئاسية، وأيضا قبل ساعات قليلة جدا وبشكل مفاجئ سلم نفسه بالفعل كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ألا وهو مارك ميدوز، ودفع يوسف كفالة قدرت ب $100,000 حتى تم إطلاق سراحه بعد ذلك، ولكن دخل وخرج بشكل كان يعني أستطيع وصفه بأنه سري وصامت للغاية. فقط حصلنا على أخبار دخوله وخروجه دون أن نشاهده بأم العين، علما أن الصحافة هنا منتشرة في كل مكان وأجهزة ووسائل الإعلام وأيضا الحشود المؤيدة لترامب يوسف. كل ما مرت ساعة تزداد هذه الحشود، بدأت بالعشرات وأعتقد الآن وصلت إلى المئات. واضح، يعني في انتظار أن نتابع ما الذي سيحدث في هذه المحاكمة. شكرا جزيلا لك مراسلنا من جورجيا مجدي يزجي.